ودلوقتي معادنا مع معرفة أسعار الذهب والعملات، ونروح للمياء حمدين. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك أحمد، صباح الخير عليك جمانة. صباح لمياء، يمكن إحنا كنا بنسأل على الكراكيب اللي أنت ما تقدريش تستغني عنها في حياتك، احكي لنا عنها. هي أكتر حاجة أنا محتفظة بيها وعددها كبير قوي الصور. عندي صور من أيام ما كانت والدتي لسه في المدرسة مثلا، خلاني وخالاتي وجدي وجدتي ومكملة، يعني أنا بحب الصور قوي، ومحتفظة كمان بحاجات ابني، يعني حتى محتفظة بخصل شعره اللي وقعت منه أول ما اتولد، محتفظة بيها وحطها في علبة كده صغيرة. ولبس بقى لمناسبات وحاجات، كراكيب يا جمانة زي ما قلتي، في حاجات كتير، بس في طبعا كراكيب تانية زي البني ادمين كده، زي ما انت اتكلمت يا احمد، في كراكيب لازم نتخلص منها بسرعه. لا، وانا عندي المهاره دي كويس قوي، يعني بتخلص بسرعه من الكراكيب اللي بتبقى سلبيه زي ما انت قلت من شويه، لانه لدرجه ان انا بنساهم، يعني بنسى احنا كده نحمد ربنا اللي احنا لسه في قائمه اصدقائك. لا، انا بعمل مجهود جبار عشان احتفظ بالبني ادمين، فلما بقرر خلاص ان الناس دي مش موجوده، يعني مش موجوده، لو شفتك مثلا بعد سنه هنسى كل اللي انت عملته فيا فعلا، كأنك بني آدم جديد. قلبك الطيب يا لالا. مش طيب، بس بكبر دماغي.